ودابا الحضور ديالنا اللي جيتو دابا تفضلتو معنا هو اننا كنظموا الانتخابات الالكترونيه واللي كانت اول تجربه كانت عندنا في 2017 بالنسبه لهيئه المحامين بالدار البيضاء واللي كنفتخروا بالتعامل معها ولنا الشرف العظيم اننا كنظموا الانتخابات المهنيه لهذه الهيئه العتيده. وهذا العرس هذا كنحاولوا ما امكن نظموا بواحد الجو اللي فيه، خصوصا دابا حنا حاليا في ظروف اللي هي ظروف الجائحه اللي كانت كتفرض انه يكون هذا النظام في التصويت بهذا الشكل هكا. وحاليا التصويت اللي كاين في هيئه المحامين هو تصويت ورقي، ولكن كيكون الفرز اللي هو فرز نصف الكتروني يعني عن طريق النقر. كاين هيئات اخرى درنا معهم تجربه اللي هي تجربات هيئه تصويت الكتروني 100%. بالنسبه للتصويت الالكتروني كاين عنده ضمانات كبيره بانه مؤمن، وحتى التجربه اللي قمنا بها في هيئه المحامين بمراكش كانت الصناديق التصويت الالكتروني وكان التصويت ورقي في نفس الوقت. منين حسبوا التصويت الورقي لقاو تقريبا نفس التصويت الالكتروني. اذا الامن ديال اللي كيقول بانه كانوا بعض الاسئله كيتحاطوا كيقولوا شكون ضمن ان زيد صوتنا لزيد والصوت تعطى لعمر. حنا كنقولوا بان المحامي اللي كيصوت لزيد كيكون هو المراقب الاول انه صوت لزيد. اذا ملي كيحط الورقه في الصندوق كيضمن بان داك الصوت ديالو راه مشى لزايد، ملي كيجي يعاود الفرز ديالو كيلقى فيه على لزايد.